اهلا بيكم مره تانية، رجعنا لكم ولسه مكملين معاكم حلقتنا وفقره الجمال والعنايه بالبشره والعنايه بكل سيده وكل بنت. كل بنت وكل سيده عندها مشاكل حصلت لها، سواء تصبغات في الجلد بعد الحمل او نمش او كلف او اي حاجه من المشاكل دي كلها، تهتم ان هي تركز معانا قوي النهارده لان احنا جايبين لك حلول نهائيه. منورنا النهارده دكتور روماني طلعت، صاحب وخبير التجميل، صاحب مركز رومانجي للتجميل. مساء الخير يا دكتور. مساء الخير، منورني. أنا أقولك اهلا اهلا وسهلا. انا قبل ما نتكلم على الموضوع النهارده اللي احنا هنتكلم فيه، وانا شايف ان هو طبعا موضوع مهم جدا يهم كل واحده، خصوصا في سيدات كتير كانوا حوامل وحصل لهم كلف وما راحش بعد الحمل. قبل ما نتكلم في النقطه دي، في حضرتك المرة اللي فاتت لفت نظري لحاجة بعد ما خلصنا الحلقة، أنا شايف إن هي نقطة مهمة قوي لازم الناس تعرفها. قلت لي إن التاتو ممكن يستخدم كعلاج أو بيستخدم في جزء من الطب، إيه بقى؟ بالنسبة للتاتو كعلاج للطب، ده يبقى في حالات الكانسر واستئصال الثدي، فبعد ما الجراحة ما بتتم إحنا بنعمل الهالة بتاعت التاتو نفس الشكل بالظبط، فدوت بيرفع نفسية الواحدة كتير قوي. برضو بالنسبة لأماكن الجراحة بيرجع الشكل طبيعي تاني، بيرجع الشكل طبيعي خالص، لأن بنشتغله بتقنية 3D بحيث إن هي تبقى من جميع الزوايا طبيعية. بالنسبة لمكان الجراحة ده بنشتغل إن إحنا بنخلي نفس لون الجلد هو ما يبقاش فيه لونين. يعني مش بعمل رسمه، لا ده انا لا بحط مش رسمة. لون الجلد احنا بنحط نفسه. لون الجلد نفسه وبرده ده بنشتغل بيه في حالات البهاء، برده بنوحد بيه لون البشره، بس ده بياخد من جلستين لثلاثه بحيث ان البشره بترجع شبه الطبيعيه على طول. ده في حالات البهاء، ده في حالات البهاء. وبالنسبه برضو للستريتش مارك، ده برضو في اماكن الستريتش مارك بنعملها برضو تاتو بحيث ان هي بتوحد لون الجلد الواحد، خلي الشكل واحد، مفيش بقى علامات تمدد في الجلد اللي هو دي خلاص. خطوط بيضه وخطوط غامقه، لا بتبقى انتهت خلاص. طب ده حاجه حلوه جدا. عشان كده المره اللي فاتت لما حضرتك قلت لي، انا ندمت ان انا ما قلتش الكلام ده في الحلقه، عشان كده اصريت ان احنا نبتدي الحلقه النهارده بالمعلومه دي. لا، وهي طبعا بتبقى مهمه لكل واحده، لان ما فيش واحده بتحب عيب في جسمها. اكيد طبعا، اكيد احنا ستات بنحب نبقى احنا عايقين جدا. طيب دكتور روماني، عايزين بقى، لان احنا الحلقه النهارده دسمه، فاحنا عايزين نلحق ناخد من كل بستان زهره زي ما بيقولوا. يعني ايه هي انواع التقشير؟ في انواع تقشير، في تقشير كيماوي، في تقشير ليزر، في تقشير كريستال، في تقشير ماسي. طيب ايه هو التقشير الكيماوي بسرعه؟ الكيماوي بسرعه ان هي بتبقى بالنسبه للتقشير بيبقى في ثلاث مراحل. المرحله الاولانيه بتبقى السطحيه، الثانيه دي مراحل التقشير، دي مراحل التقشير بتبقى واخده اللي هو اللون الاصفر. دوت التقشير الطبقه الاولى، الاخضر ده الطبقه الثانيه، الموف ده الطبقة الثالثة. طبعا جميع المراحل متوحدين في جميع انواع التقشير، ان هي وسط، اعمق شوية، اعمق او خفيف. أعمق خالص. يعني احنا عندنا المراحل دي في كل انواع التقشير، سواء كريستالي او تقشير كيميائي او الكريستالي والماسي، دول على الطبقات السطحية بس. يعني احنا دلوقتي هل انا ممكن استغنى بالتقشير الكيميائي ده عن عمليه جراحيه؟ ما هي ميزه التقشير ان هو بديل العمليات الجراحيه، بحيث ان هو بيشيل التصبغات، بيشيل المسام الواسعه، بيشيل حروق الشمس، ندوب مثلا، الندوب برضو بتشيلها، فده كله البشره، وبرضو بيشيل للايدين، للكوعين والركب، فده بس بيبقى على طبقات خفيفه، ما ينفعش معاه وسط او العميق. يعني احنا انا كنت معتقده ان التقشير بيبقى بس للبشره، انما هل ممكن استخدمه على جميع مناطق الجسم، ولا في مناطق ومناطق لا؟ لا، في اماكن ما ينفعش معاها التقشير الكيميائي ولا العميق، ما ينفعش معاه خالص.
دوت لازم غرفة عمليات، لازم تدخل غرفة عمليات. لأن بتبقى النقاهة بتاعته من شهر لشهرين. طيب التقشير الكيميائي ممكن أي بشرة تستخدمه؟ البشرات الداكنة بنخف من الشغل بتاع البشرة الداكنة بالذات. لأن ممكن ما يجيبش النتيجة المطلوبة. فهترجع هتقول لا انا هترجع هتقول لا، فاحنا بناخدها ما استفدتش حاجه. لازم نشوف الحاله الاول ونحدد حاله الجلد ينفع او ما ينفعش، لان في حالات ما بينفعش. انا عايزه اعرف الصوره دي ايه؟ ده تقشير كيماوي. ده تقشير كيماوي. المفروض ان هي كانت بتعاني من مشكله ايه عندها؟ ده كان سمار وندوب تحت الجلد. فالتقشير الكيميائي جاب نتيجه. النتيجه دي نتيجه، بس بتبقى النقاهه بتاعته بتاخد له من 3 لـ6 جلسات، اللي هو التقشير السطحي. انا لسه كنت هسال حضرتك امتى تحس بالنتيجه، هل بعدها مباشره ولا بعد اكتر من جلسه؟ ما هي بتبقى متوقفه على تبع الحاله نفسها. الحاله لو خفيفه بتظهر من جلسه 2 3، لو العمليه عميقه شويه بتطول لست جلسات. طب ايه هو التقشير الكريستالي؟ التقشير الكريستالي ده بتبقى للوجه والرقبه، وفي نفس الوقت ده بتبقى باودر كريستال ناعم قوي. ده بتعمل بجهاز معين بحيث ان هو بيقشر الجلد بالطبقات الخفيفه، فبيحصل فيه عمليه الجلد بينعم وبيفتح البشرة على طول وبيشيل الندوب الخفيف. يعني نقدر نقول ان ده بنحس اولا بيستخدم في التقشير السطحي ولا المتوسط؟ لا، السطحي. السطحي. يعني حضرتك الاول بتشوف الحالة وبتحدد لها ايه اللي هينفع لها. طب هل ده ليه اثار؟ لا، ده ملوش اثار جانبية، غير ان هي البشرة بتبقى وردية بس شوية بعد منها، لكن بعد منها دي حاجة حلوة. بكريمات الترطيب بتبقى كويسة. بدل ما بنقعد نقرص في خدودنا كده نعمل الموضوع ده كويس. كده هتعملي كتير. طيب في اجراءات معينة لازم المريضة اللي هتلجأ للتقشير بتتخذها قبل منها؟ يعني حضرتك بتقول لها تعملي لي مثلا، انا لو داخل اعمل عمليه هعمل فحوصات ما هو لازم. ما هو اهم حاجه بيبقى الطبيب او خبير التجميل اللي بيعالج ان دوت يبقى عنده نظره فاحصه للبشره تنفع ولا لا. لان في حاجات ما بينفعش فيها، ممكن تيجي تقشري يحصل التهابات زياده، فكده يبقى لا ما ينفعش. ما ينفعش. انا ضريت المريضه اكتر من ضرت اكتر. طيب كلنا سمعنا عن تقشير الليزر. ايوه. إيه عبارة عن إيه وإمتى ألجأ له، وهل ليه أضرار ولا ملوش أضرار، ولا تنصح بيه إيه القصة بتاعته؟ تقشير الليزر بالذات بيبقى للهالات السوداء، للتجاعيد اللي حوالين العين الخفيفة، وللوش، وبرضه للبصور مكان الندوب البشرة، والتقشير وحروق الشمس زي هنا كده. ده الليزر دوت بحيث ان احنا بنعلي طبقات بنقشر بحيث ان هو يعمل لنا طبقات جلد جديده. وتنشيط الكولاجين تحت الجلد والسيراميد. طيب في حضرتك كنت وانت بتكلمني، انا بفتن على فكره، انا بفتن للناس بسرعه جدا. حضرتك وانت بتتكلم معايا قلت لي في التقشير البارد. دي المفاجأة اللي احنا عاملينها كمان. انا قلت لك انا بختي، ما تأمنيش على سر. هو اللي انا اعرفه ان التقشير البارد ده يعني من ده يعتبر احدث صيحة في العالم، ان دوت بيعمل كل انواع التقشير بدون اي اضرار، ممكن تعمله وتنزل عادي. دي صورة التقشير البارد. دي صورة التقشير البارد. احنا عايزين بقى نعرف بدون اي التهابات. ده ما فيش التهابات نهائي. بس دوت اللي بيعمله لازم يبقى متخصص فيه. ما ينفعش اي حد يعمله، لان كل وقت او كل منطقة ولها وقت معين. فما ينفعش ان حد مش متمرس فيه ان هو يعمله. ممكن يعمل مشاكل ممكن تانية. يعمل مشاكل ان هو ساب وقت طويل، ساب وقت اقل، فمش هيديله النتيجة اللي هو محتاجها. طب التقشير على البارد ده بيعالج ايه؟ كل اللي احنا قلناه كله، السمار اللي تحت العين بنعمله بيه، الهالات السوداء اللي تحت العين بيعالجها. بس ده بحرص جدا. طبعا. الندوب، حروق الشمس، الاماكن الحساسه بيشتغل عليها،
كلف الكلف النمش كل حاجه. طب ده بيعالج مشاكل المستعصيه. طب لو وفي مثلا وفي نفس الوقت بيساوي الوان الجلد بالنسبه للستريتش مارك. طيب احنا لسه هنتكلم عن التقشير الماسي ده، احنا يعني راكنين شويه بس انا عايزه اسال لو في حد عنده مثلا في فتره البلوغ بيحصل بتطلع حبوب للشباب وكده وبتسيب اوقات علامات او الاطفال وهم صغيرين بيجي لهم جديري وبرضه بيسيب علامات، ده ممكن بيعالجه ولا برضه بتبقى ليها برضه؟ لا الجديري بيبقى غويط شويه فده بتبقى مشاكله اكتر، له عمقها اكتر. عمقها اكتر فبيبقى لها حلول تانية بنشتغلها. بالنسبه لاثار الحبوب لازم يبقى البشره اصلا ناشفه من الحبوب. لازم متعالجه الاول من الحبوب. يبقى اللي موجود ده اثر بس. الاثر طيب بتاعه. الماسي بقى سريعا عشان انا مش عايزه نضيعه. ماشي اوكي، الماسي ده من اللي هو الحياه الترفيهيه خالص للواحده، لان دوت بينشط الكولاجين. دي صورته؟ دي صورته. ده بينشط الكولاجين، بيشيل بينعم الجلد جدا، بيتعمل على الجسم كله بدون اي سايد افكت، ملوش اي مشاكل ولا ليه مفيش اي مشاكل، حتى برضو بيفتح الاماكن الغامقه كتير، بيدي نضاره بيدي ترطيب ونضاره وكولاجين، يعني ده تحفيز كمان للجلد فوق ما حد يتخيل. دكتور روماني بصراحه انا ببقى مستمتعه جدا وقاعده بتكلم مع حضرتك، ما بحسش بالوقت وهو بيجري واحنا قاعدين بنتكلم. وفي حاجه كمان دي بالنسبه للي هم مش عايزين بقى التاشيرات دي كلها، في القهوه. القهوه لا ده سر تاني هنقوله بس مش النهارده عشان ما نحرقش كل حاجه مره واحده. انا دكتور روماني طلعت بجد انا سعيده جدا بلقائي مع حضرتك ومستمتعه جدا بكم المعلومات اللي انا باخدها كل مره في الحلقه وبعد الحلقه، بس انا باجي افتن لهم. دكتور روماني طلعت صاحب سنتر رومانجي للتجميل، شكرا ليك نورتني وشرفتني النهارده، وعلى وعد لقاء اخر المره الجايه ان شاء الله. شكرا لحضرتك وسر جديد. عينيا الاثنين شرفتوني.